اللهم شافع والحمد لله على كل حال. هارد لك لكل الاتحادين ومبروك للفيحة. المفاجآت واردة في كرة القدم بس ما كنت متوقع. كان التفاؤل ألف أن الاتحاد متواجد في نهائي كأس الملك، وتكلمت في السنابات اللي كانت الفجر ولا زالت موجودة. ما ودي الواحد يتكلم عن أحداث المباراة، الأخطاء اللي حصلت، كثير من اللعيبة ما هم في مستوياتهم، خلاص الواحد بينسى هذا كله. تركيز الآن على بطولة الدوري، العمل الكبير اللي موجود في الاتحاد من بداية الموسم، بالأصح من الموسم الماضي، لازم ينتهي ببطولة كبيرة مثل بطولة الدوري. مباراة انتهت، نقول مبروك للفيحة وهارد لك الاتحادين. أما بالنسبة لهذا الحارس واللي سواه في المباراة، يمكن الكثيرين ما يعرفون ومستغربين هذا المستوى الكبير، ممكن ما يتابعوا مباريات الفيحة كثير. ترى الفيحة ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد الاتحاد. الاتحاد الأول كأفضل دفاع مستقبل 20 هدف، والفيحة الثاني مستقبل 19 هدف بهذا الحارس. سوى كل شيء هذا الحارس، صد كور، أهداف محققة 100%، لكنها ما انكتبت للاتحاد. ونرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال. هذا حال كرة القدم بالذات في مباريات خروج المغلوب، لابد من خاسر ولابد من فايز. الأهم ثم الأهم ثم الأهم، رسالة محبة لكل الاتحادين، ركزوا على الأشياء الإيجابية اللي حصلت في الاتحاد، بطولة الدوري ومكتسبات كثير جاية بإذن الله تعالى. خسارة مباراة لا تهدم الأشياء الجميلة جدا اللي تحققت في النادي. صح الخسارة تحرق، تغبن، تزعل، لكن زعل وقتي لا يستمر مع الاتحادين ويتضرر الاتحاد. الآن جاء دور تحقيق الوعد. تكلمت في السناب الفجر وقلت بشوف التوقعات ومين اللي بيتوقع ان الفيحة بيفوز على الاتحاد وبالأصح يتأهل على حساب الاتحاد. والله كنت واثق بشكل كبير جدا، لكن مرة أولى وثانية وثالثة وعاشرة ومية، هارد لك لكل الاتحادين والحمد لله على كل حال.